بعض الناس يقولون الليلة عندنا شوفة ويعلنون هذا، واليوم مع هذا الفضيحة تويتر أصبح الناس يعلنون حتى أكلهم، اليوم أكلنا أرزا وأمس أكلنا إداما، يعلنون في وسائل التواصل الليلة سيأتي رجل ينظر إلى ابنتنا. ولا تعجب في هذه الأيام التي نرى فيها العجب، ولا ينبغي له أن يعلن ذلك بعد وقوعه. إن أعرض عنها ولا ينبغي أن يذكر ما عابه فيها، رآها لم تعجبه خلاص، ولا يعلن يقول والله أنا ذهبت إلى بنت فلان ورأيتها وما أعجبتني، لأن هذا يخلي الضرر عليها. وأشد من هذا أن يصفها يقول والله أنا وجدتها قصيرة، والله رأيت بنت فلان وجدتها في عينيها كذا، ما ينبغي هذا، بل لا يشرع ولا يجوز.